والله يا ترجي الاولانيين في الصداره جونا به ان شاء الله فيكتوار كالعاده وكهو. والله عندنا يعني برشا على سكور احنا في رادس بطبيعتنا الاولى، ان شاء الله فيكتوار وان شاء الله نلعب شامبيونه ان شاء الله زينه وكهو. بيان سور واضحه العمليه هي لسبيرونس تونس مساجي اخر وموا باش نكلميو شويه الجو والعنف اللي صاير في تونس و... لا اسمعني توا تصير راهي الحكايه هذه الكل مش كان في تونس، راهو في العالم بارتور وقاعده تصير المشاكل وان شاء الله معناتها حاجه وتتعدى وما عادش تعاود، ان شاء الله ما عادش تعاود. وليداتنا باهيين غير تصير معناتك الفوضى ساعات وتتعدى على روحها وكاو. ثلاثه شيء الطريقة كانت موجودة سورتو افون دي بي معناها تكون مرتاحة. اي بيان سور اليوم 3 بوان مهمة برشا، أهم شيء هو اليوم كان الأهداف والنتيجة، كانت النتيجة تكون أعرض من الفكر، لكن الحمد لله 3 بوان كذا أهداف حية فيها برشا، خلينا نحضروا أكثر من ماتش الدربي. أكيد تبعت نتيجة النجم الساحلي دونك تقعد تقمم في الماتش نتاعك وتسبونس في الماتشات نتاعك وتزرقوا منافسك. نقول لك معناها ما تبعناش، تبعنا كي كيفية كمان احنا ما تشوفنا هنا بيان سي نسرى ريزو تاع الاخرين خاطر يلعبونا ديما، اهم شيء احنا تهنينا على احنا ربحنا وبعد نشوف ريزو تاع الاخرين. اللي يحب يستيتر بيدينا احنا نربحوا لي ماتش كل مسيرة الستيتر نتاعنا. سينو شفنا سعد الكبير خرج على بونكار، شنو انت ريتو بديت الضربه كانت قويه شويه؟ لا ولا ما ريتش بالضبط، يمكن ضربه ماهيش قويه، مي هو معناها فيزا سكور ربحان، يمكن حب المدرب باش ما ياخذش اكثر ريسك يخرج باش نحن ربحان. قعدنا نلعبوا ديس قعدنا نجريو ان شاء الله يكون لاباس وان شاء الله ما نجي يكون حظ. اخر سؤال الدربي نجم يحسب البطوله عم جايك شنو عجيك انك تنجم تربح فريقك؟ ما نقولكش نجم يحسب، لكن 3 بوان في ديربي مهم برشا، يعطيك ديما يخليك ديما في السجاده، دونك احنا ماشيين نحضروا احنا ان شاء الله باش نلعبوا على الفيكتور. تقري كيف ماشي اليوم الهدف في بالي ما احسنش بالسيناريو باش تعمل بريباراسيون تاع الديربي وماتش كبير جمعة. الحمد لله ظهرلي الفترة الأخيرة وقفت شوية شامبيونا، غلقنا شوية، مي اليوم رجعنا الريتم تاعنا، الحمد لله 3 بوان وثلاثة بونتوات، إن شاء الله نكملوا هكا وإن شاء الله نكونفيرميو في الدربي، ومازالوا يعني ماتشوات كبار ماتشوات ديسيزيف، لازم نكونوا حاضرين إن شاء الله. أورانج.